لقد تم توجيه هذه الدعوة إلى جميع أهالي مدينة الإحساء الكرام لحضور هذا المهرجان للتوثيق والاستشهاد بكم جميعا، ليكون الجميع شاهد على صحة تحقيق هذا الإنجاز. الإعلان عن تحقيق رقم قياسي جديد، حيث أن أطول فطيرة جبن في العالم حتى هذه اللحظة تم تصنيعها في المملكة المتحدة، واتخذناها نقطة بداية لمرحلة جديدة في قطاع المخابز لدينا. اخترنا أن نتميز ونتفوق محليا وإقليميا. يوم 28 أغسطس سنة 1981، وراء كل اختيار يوجد قرار، ولكن وراء كل قرار قدر ينتظر الحدوث. قدرنا أن نصنع بل ونحطم رقم قياسي عالمي في صميم قطاع أعمالنا. ومعايير شهادات دولية وإقليمية ومحلية وطنية، منها
حائز 22,000 الحاسب اعتماد شركة أرامكو، شهادة الجودة النوعية من ساسو وغيرها الكثير. اخترنا أن نتميز ونتفوق محلياً وإقليمياً.